الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن هناك سلبيات لمنصة البنك المركزي الإلكتروني لبيع الدولار، وأوضح الخبراء أن أبرز هذه السلبيات هي قلة المنافذ التي يمكن أن يصل إليها المواطن، بالإضافة إلى الزخم الكبير، فضلا عن الإجراءات الروتينية الطويلة، ما يدفع الكثيرين إلى شراء ما يحتاجونه لأغراض السفر والتجارة من السوق الموازي. وأضافوا أنه لا توجد ضمانة بأن أي مسافر يمكن أن يحصل على الدولار في المطار، إضافة إلى صعوبة الانتظار خاصة للمسنين والأطفال والنساء. قال خبراء اقتصاديون إن ما يحصل في العراق ليس مضاربة بالدولار الأسود في السوق الموازي، وإنما عملية تهريب منظمة لدولار المسافرين أو للدولار النقدي. وأوضح الخبراء أن بعض السلع المستوردة من الخارج التي لا تدخل ضمن المنصة الإلكترونية، منها الذهب والمخدرات والسجائر، بعضها قيمتها كبيرة جدا، أي لا تقل عن ربع مليار دولار سنويا. هذا من جهة. وأضافوا أن هناك طلب شديد على الدولار بالسوق الموازية بسبب الحاجة له من أجل تسوية المبادرات التجارية أو استيراد العراق من السلع الإيرانية التي تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً. أفاد إحصاء لوزارة الثقافة والسياحة التركية بأن أكثر من 100,000 زائر عراقي وفدوا إلى تركيا للسياحة خلال شهر أيلول عام 2023. وذكرت الوزارة أن عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال شهر أيلول بلغ 100,000 سائح، منخفضا بنسبة 26% عن نفس الفترة من عام 2022 الذي بلغ أكثر من 140,000 سائح، فيما ارتفعت بنسبة 11% عن نفس الفترة من عام 2021 الذي بلغ عدد السياح العراقيين فيه 125,751,000 سائح. كشف تقرير البنك الدولي عن الدول العشر الأكثر في قائمة تضم تضرراً من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023. ووفقاً لتحديث الأمن الغذائي الصادر عن البنك في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي، فقد تضمنت القائمة دولاً عربية، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36% وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15% وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأمريكية، في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة أثارت المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتا لتصل إلى 81 دولارا و36 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 35 سنتا لتصل إلى 77 دولارا وسنتين للبرميل. وقالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.